مش فاهمه انا مبسوطه بيكي ازاي يعني. ثانك يو والله. الحمد لله. لا ربنا معاكي وبجد انت يعني بتعملي حاجه اكيد الناس هتدعي لك عليها بجد. اتمنى والله ان هي حاجه تبقى مؤثره، بس الحمد لله بعد 7 سنين احكي بتحكي قصص ستات، بتناقش قضايا ستات، اقدر اقول ان احنا خلقنا تاثير مش بس بالعدد الارقام الملايين من الستات اللي بتتابعنا او بتشارك حكاياتها، لكن كمان بالفيدباك او التاثير اللي بيجي لنا من الستات نفسها. قد ايه بوست معين عن حاجه معينه خلاهم يساعدهم في كاريرهم، يساعدهم في حياتهم، يساعدهم ياخدوا قرار يخلي حياتهم احسن، ده التاثير الحقيقي بالنسبه لي. طبعا الحمد لله. طب انت ازاي بتجمعي القصص دي؟ الاول ولا دلوقتي؟ يعني من 7 سنين ولا دلوقتي؟ خلينا قولي لي الاثنين. من 7 سنين كنت بروح لصاحبتي، انا عارفه انك عندك قصه ملهمه تحكيها. لا انا كان في عدم ثقه في الاعلام بشكل عام انه يحكي قصص ستات، بس هما ما بيحطوش اسمائهم ولا بيحطوها؟ على حسب، لو احنا بنحكي قصص ملهمه ومؤثره عادي جدا الست تحط اسمها وتتكلم وتقولها، لكن لو احنا بنحكي عن مشكله طبعا بنحفظ خصوصيتها. مزبوط. وده دي حاجه مهمه. من 7 سنين كان الموضوع صعب شويه، بعد كده احنا ستات هي اللي بتريتش اوت لينا، هي اللي بتجيلنا، هي بتقول انا عايزه احكي قصتي. دلوقتي بقى الموضوع اسهل كتير لان احنا ثبتنا الرؤيه بتاعتنا واقنعنا الستات بيها واقتنعت بيها، فبالتالي الموضوع دلوقتي بقى اسهل كتير، وبقت الستات عارفه قيمه قصتها وعارفه قيمه حكايتها واحكي المكان اللي بتعرضه يعني. فده الفرق ما بين وانت بتجمعي القصص دي بطريقه عامله ازاي؟ يعني مثلا اسبوعي، يومي، ولا هي احنا عندنا كل يوم 8 بالليل في قصه ست بتتنشر على السوشيال ميديا عندنا. اوكي. على مدار 7 سنين كل يوم 8 بالليل قصه. طب انت دلوقتي اكيد بيجيلك محتوى القصص كتير. بيجيلي محتوى القصص كتير. بتنقي ازاي؟ بنختار على حسب ما تبقى، احنا بنشوف ان كل قصه ملهمه طبعا، فبالنسبه لنا انه احنا ممكن ناجلها شويه، ممكن ناخدها في حمله معينه عايزين نعملها، ممكن نعرضها في وقت مش دلوقتي، او نعرضها في حاجه في شهر بعد شهر، يعني على حسب بقى السكادجول بتاعنا. لكن بنسبه كبيره يعني 99% من القصص اللي بتجيلنا بتتعرض على الاحكي.